معجون. انت تزاديتي في درب السلطان ولا في الحي؟ درب السلطان. درب السلطان وكملتي في الحي؟ انت عايشه بوحدك؟ عايشه بوحدك؟ علاش؟ عندي خمسه ديال الولادات. المولات وفات. المره الثانيه راه طلقت. دابا ساكنه بوحدك؟ بوحدي. والدي الله يرحمه. الوالده مات الله يرحمه. والوالده مات. اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من سيد الخادير. حنا دابا عند با المحجوب اللي عنده قصه ديالو، اللي كانوا بملك ديالهم برزقهم بشانهم، ودابا ما بقى عنده والو. نقربكم من القصه ديالو. السلام عليكم بن محجوب. السلام عليكم بن محجوب، عاود لينا كيفاش كنتي عايش مع الوالدين. مع الوالد؟ عايش مع الوالده الله يولي رحمه الله، بوليداتي عايشين مكرمين اللهم لك الحمد. توقعت لنا واحد القضيه، توفات لي الجوجه ديالي ومشيت للسجن. شحال دوزتي يا بوحس؟ 6 سنين و9 شهور. دخلتي في امتى دخلتي؟ دخلت نهار 20، بقات لي الواقعة نهار 20 في شهر 4 و69. خرجتي في 2005؟ نهار 20 شهر 6 2006، نهار 20 شهر 1 2006. واخا با المحجوب، كان عندكم شي ملك؟ ديال الوالد الله يرحمه. شنو كان عند الوالد؟ كانت عندنا شي قطارة هنا في سيد الخادير. هنايا في سيد الخادير؟ وقيلا في هاد البلاصة اللي جالسين فيها حنا. هاد البلاصة اللي جالسين فيها حنا. باقي ما كان لا ديور لا والو. لا والو. انا خليت هاد المحل اللي حنا جالسين فيه دابا خليته ارض. توفى الوالد الله يرحمه. الوالد الله يرحمه توفى في الستينات. خرجتي نتايا؟ ملي خرجت لقيت هاد المحل، هاد الارض هادي تباعت. انا ساكن فيها دابا كاري فيها. لقيتها تباعت؟ جاو عند الوالده ديالك، شنو داروا لها؟ ملي خرجت مع الناس اللي فيها 20/1/2006 كمل. جا عندي واحد الجبروت العقار معروف، شي واحد كيدير العقار. كيدير العقار معروف، كيدير شي واحد كيدير العقار من هاد صحاب العقار الصغار ولا من؟ لا، من جبروت كبير، ولد عائله وكبير. اها. ولاد الاساس كان كيسكن في مولاي يوسف. اها. ويعني المظهر. كنتي قلتي لي دابا فين ساكن حاليا؟ شكون هو هاد مولاه؟ دابا هو في عين ديال. اه. على هاد الاساس جا قال لي باش غادي ندخل معاك في هاد الارض. يعني انا اللي غادي نقاد المساله، يعني غايقاد هاد المشاكل ديال هاد الارض هادي. ودخلت معاه. واول حاجه اللي طلبت منه هي انا ما عندي السكن، لا انا ولا الوالده ديالي. ودار باش غيعطيني جوج بارطمات. وحده ليا وحده للوالده ديالي. ودخلنا معاه. عند واحد العادل، هاد العادل راه معروف، ودرنا وثائق. وثائق بأنه غادي تبيع عليه الأرض؟ درنا وثائق ديال البيع، وثائق ديال 50%، يعني بعنا ليه، ودار معنا هو وثيقة، هذيك الوثيقة يعني باش أي الحاجة اللي سموه يعطينا 50%، يعني يعني هو غيقاد هاد الارض. آه. يعني حفر يكمل المسائل ديالها. آه. وكذا كذا. هذاك الشيء ما دار حتى شي حاجه منه الى يومنا هذا. خديتو الفلوس ولا شيء؟ حتى ديك البيع والشراء تا هو ولا شيء؟ لا فلوس لا 50 ولا شيء. تقريبا غادي نقول عطى واحد 10 ولا 15 مليون بحال هكاك. وهي شحال كانت؟ وهي شحال كانت تساوي هذيك الوقت؟ وهذيك لقيت راه 2006، راك عارف ارضنا شحال كتسوى. شحال كانوا عطاوكم؟ ما سولتيش؟ ماشي. لا شي واحد اخر شحال كان عطاكم في ديك الوقت؟ دوك الناس كيعطيونا الفلوس. شحال تقريبا كانوا عطاوكم في الارض قبل ما تتفاهموا مع هذا باش نعرفوا القيمه ديالها؟ القيمه ديال الارض كانوا الناس ديك الساعه 6000 درهم للمتر. الارض الخاليه 6000 درهم للمتر. هو جا قال لي انا غنصلح هذه المساله، هذه الوضعيه اللي غنصلحها وغتبيعوا لشي معايا، ويعني احنا ما عندناش باش امكانيات باش غادي. هو غيقاد كل شيء. هو غيقاد كل شيء، ومن اهم حاجه يعطينا سكن. هي انا والوالده ديالي حاليا ما كاين حتى شي حاجه. هو السيد هذا جبرت كيهبط. شحال تقريبا ضيعكم في ديال الفلوس؟ ورا
تقريبا راه حنا راه عندنا جوج عندنا تقريبا واحد هكتارات واحد 300 و 400 مليون مشات كامل مشات مشيتي عنده هضرتي معاه مشيت لعندو هضرت معاه وقدمت على الانتحار انا عليه وتحك باش قدمت على الانتحار اها يعني انتحرت والله عمر طويل والو والو شنو قال لكم مشيت عندهم للدار المحال ديالهم مشيت عندهم كل شيء ولا شيء ملي كتمشي كيجيبك البوليس شنو قال لك هو ما كيهضرش معاك ما كت والو ما كيهضرش ما كيتكلمش ملي كتمشي كتلقى الخدامه كتخرج تقول لك سير بحالك النهار الاول كان كيعطينا قيبال في مولاي يوسف في مولاي سولينا كنمشيو لعند العين ديالك لعند العائله ديالو ويعني ونعست عنده في المحل ديالو في العائله عند العائله ديالو ملي يسمو وكلت وشربت معاهم هو با المحجوب واش ما عندوش نصاب عنده فلوس نصاب نصاب ممكن سبع على بحال يعني دوك الناس اللي اسمو كينصب عليهم الناس اللي ما عارفاش وطاغي وطاغي جبارو طاغي وعندك الوثائق عندك كل شيء كل شيء كاين كل شيء والمسائل كاينه طاغي جبارو طاغي شحال من واحد العنصر اخر شحال عندكم ديال الخوت نتوما حنا سيدي كاينين اربعه ذكوره وجوج كلهم ما خذوا حتى شي حاجه اللي مات مات دابا اللي بقيت ضايع هو انا باقي شي واحد حي ولا انت باقي واحد الاخر مسكين حتى هو زيدو مسكين كيسوق طاكسي شيفور ديال طاكسي هو اللي كيتعاون معايا دابا والمحجوب راه صعيب تاكل الماليتي لا اله الا الله غنقول حسبي الله ونعم الوكيل فوتي امرك الله لا اله الا الله على هو السيد دابا وليت مهدم من طرف واحد الشخص اخر هنا معروف سمسار يعني خصك تسكت قطع دوك الوريقات مهدد قطع دوك الوريقات وسكت مهدد كياكلو كيشربو كيف بغاو والوثائق الاداريه يعني اللي هما سمو كي فاش خدامه بون حاجه هاد الساعه ولا شيء يعني الامل ديالك كان كامل غير في ديك الارض بقيتي مضارب مع الوراق وطلع ونزل وجري منينا ضاع لك حياتك ضيعتي حياتك راه 2014 عام ضيعتها رزقيت كامل كاع الاداره تلتجئ ليهم وانا كنطلب من الله سبحانه وتعالى تباب ما تحل في وجهك انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى من المسؤولين باش يتصنتوا ليا لما سيدنا الله ينصرو لما تبغي توجه هذا النداء ديالك سيدنا كنوجهو الله سبحانه وتعالى وسيدنا كنتوجه الله سبحانه وتعالى وسيدنا الله ينصرو والناس مسؤولين با المحجوب تحقرتي بزاف ما دوزتيش قليل با المحجوب بزاف بزاف وباقي حاليا دابا محقور ومهدد مهدد من هاد العنصر من هاد العناصر جوج مهدد يعني ما نقدرش نتكلم سدولك فمك جات انت كنت كنقول لك مهدد سدولك فمك من طبيعة الحال كنقول لك مهدد مهدد انا مهدد دابا مهدد كيجيبوا لي اش غنقول لك انا نقدر نخرج دابا نقدر نخرج دابا تيكونوا هي ثلاثه ولا اربعه حتى يعني الا ما الا ما الا ما انت كتشوف شي تشوف قدام عينك عاتي الا ما نقدرش نخرج مهدد بحياتي مهدد في ولادي وداو لي رزقي هاد جوج الناس انا كنطلب الله سبحانه وتعالى من المسؤولين هما يتصنتوا ليا هذا هو الطلب ديالي والله ينصر سيدنا شكرا با الله ينصر شكرا الله ييسر لك الامور كنتمنوا كنتمنوا من الصوت ديالك يوصل للمسؤولين ويتفك كنتمنوا من هاد هاد الشخص شويه ديال الارمي بالمجهود دار الجنديه واخا كنتمنوا من الصوت ديالك يوصل لهاد السيد يداك رزقك ويجي واخا يعطيك غير شي حاجه بعدا ويفك هاد الشيء راه الدنيا فايته لا اله الا الدنيا فايته وصعيب تاكل مالياتي والله ما لقيتها باش نخلص لك دابا حاليا لا المحسنين وتجاهد باش تخدم با المحجوب ما بقاش لا اله الا الله ما عندكش صنعه ما درتش والو عندي رخصه السياقه هي اللي عندي كان الله ييسر لك الامور با المحجوب الله ييسر لك الامور كنطلب من الله سبحانه وتعالى من المسؤولين من سيدنا الله ينصرو هما شي جبد الدعاء ديالي كنطلب من الله تحقرت با المحجوب وتحقرت امي الله يرحمها با المحجوب غنقول لك واحد الكلمه الا ما خدمتش الا ما خديتيش رزقك هنا
غتاخدوا ليه؟ لا إله إلا الله.